أهلا وسهلا بكم في صدى أقلام جديد، نرصد فيه أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية والدولية. وقبل هذا جولة في أهم العناوين. في المدى ازدياد ظاهرة تهريب المخدرات للعراق، تهديد للمجتمع وشريحة الشباب. في الزمان الكاظمي، لا تأجيل لانتخابات حزيران وهناك من يتعمد وضع العقبات. في القدس العربي، رايتس ووتش تتهم الحشد الشعبي بتنفيذ عمليات إخفاء قسري. في العربية الجديد، ضربات جوية وتوسيع العمليات الميدانية ضد تنظيم داعش. في نيويورك تايمز، ترامب قد يلجأ لضرب إيران بعد خسارته الانتخابات. في عربي 21، السلطة الفلسطينية تعيد التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي. وفي فاينانشال تايمز، سيواجه بايدن مشاكل عالمية وسيوقف تدمير المؤسسات الدولية. أهلا بكم. تحت أي سقف تصاغ العلاقات العراقية السعودية الآن؟ مقال للكاتب مثنى عبد الله في صحيفة القدس العربي، وجاء فيه الأسئلة المطروحة اليوم هي: ما هو السقف الذي تصاغ فيه هذه العلاقة؟ هل هي رغبة صادقة مشتركة أم أنها مدفوعة بمتطلبات خارجية؟ ما هي حدود الثقة المتبادلة بين الطرفين؟ وهل يملك كل طرف خياراته بشكل مستقل؟ ليس جوارا جغرافيا وحسب ذلك الذي يربط المملكة العربية السعودية بالعراق، فهنالك روابط قومية وإسلامية وامتدادات قبلية جعلت النسيج الاجتماعي بينهما واحدا. عندها تحركت نحو بغداد لرأب الصدع وتجسير الهوة التي خلفتها سياستها اللامسؤولة معه من خلال قنوات إعلامية وتوددات قبلية وعشائرية ومساعدات شعبية. وهنا عدنا إلى المنهج الذي سلكته بعد عام 2003، منهج التحرك نحو العراق وفق متطلبات السياسة الأمريكية، في حين لا يحتاج هذا البلد العودة مرة أخرى إلى هذا السلوك على أرضه، لأنه سيبقى مرتهناً لحالة الصراع الأمريكي الإيراني. إننا بحاجة إلى السعودية وكل دول الخليج والعرب جميعاً، ليس من منطلق رغبة الآخرين في جعله ساحة حرب باردة أو ساخنة مع طهران. يجب على جميع الدول العربية مواجهة هذا الإغراء الذي ترسمه واشنطن لهم فيه. إننا بحاجة إلى وقوف الأشقاء بوجه الغرباء جميعاً كي لا تخسر الأمة إمكانيات العراق إلى الأبد، وكي لا يضيع العراق أكثر في متاهة النفوذ الإيراني البغيض. يجب أن تستغل الرياض وغيرها من الدول العربية موجة الكبرياء الوطني المتدفقة في الساحات العراقية التي فجرتها ثورة تشرين، والمشاعر المعادية لإيران وأذرعها وساستها وأحزابها وميليشياتها، وأن يراهن العرب على المكون العربي العراقي للهويات الفرعية، وأن يثقوا بأن العراقيين يضعون هويتهم العرقية بمنزلة الأساس فوق الهويات الفرعية. يتابع الكاتب إن الظروف الاقتصادية الحالية الضاغطة على إيران جعلت دورها يتآكل قليلاً وأوقعت حلفائها الذين يحكمون العراق في حيرة من أمرهم بعد الفشل السياسي والاقتصادي وخواء الخزينة. وهذه الهشاشة التي تضرب كل مناحي الحياة فيه جعلته تواقاً للبحث عن دور عربي منقذ يعيد له الاستقرار ومسيرة الحياة، لا أن يشيح بوجوههم عنها فقط لأن إيران تلعب في ساحته. قد تكون اللعبة العربية في العراق شاقة وطويلة وفيها كلف كبيرة، لكنها ربما تكون هي الثمن المطلوب دفعه مقابل خطيئة تركه وحيدا أكثر من 3 عقود. يقول زيا وليد في مقاله بموقع ألترا عراق: لا حاجة للمرء أن يكون خبيراً ولست متخصصاً حتى في الاقتصاد ليسلم بعبثية الاقتصاد العراقي ومدى تشوهه وغياب الاستراتيجية عنها في أدنى مستوياتها، وليس أكثر مما وصلت إليه الدولة بعجزها عن دفع رواتب موظفيها دليلاً على ما نقول.
بحكم أنها دولة تمتلك مورداً مثل النفط يغنيها عن جميع إيرادات من العدن كما يحصل في بعض البلدان، فالمعروف أن الدولة الريعية تبيع سلعها الجاهزة وتصرف الريع على الرعايا، على اعتبار أن علاقة المواطن الحديث بالدولة الحديثة لا تقوم على هذه الأسس المتخلفة. تقول الحكومة ومعها بعض السياسيين الذين يحاولون الإنصاف إن الأزمة المالية الحالية ليست وليدة اليوم، بل هي نتيجة تراكم سنوات من سوء الإدارة والفساد. لكن ما لا يتم التركيز عليه كثيراً هو مسألة الاقتراض بذاتها. نعم، اضطرت حكومة حيدر العبادي أن تلجأ للاقتراض بفعل الحرب وتراجع أسعار النفط، ومن الصحيح تعليل العجز الاقتصادي الحالي بالترهل الوظيفي والاعتماد على النفط وتأثير الفساد وغيرها. لكن لفظة الاقتراض لم تنشأ مع العبادي أو الكاظمي، بل مع رئيس الحكومة التي كانت بمثابة المؤسس للنظام الجديد والذي حكم 8 سنوات متتالية، أعني المالكي. تدرك الكتل السياسية بلا شك أن انهياراً اقتصادياً كما حدث لا يمكنها حله، فمن غير المنطقي أن تحارب هي الفساد الذي أوصلها وأبقاها في السلطة، إضافة إلى افتقارها للرؤية والفكر الاقتصادي الاستراتيجي. فما الحل إذن؟ الجواب: دعونا نقترض. يتابع الكاتب زي وليد الخلاصة أن الأحزاب والشخصيات الأساسية السياسية في النظام العراقي وباختلاف توجهاتها الشرقية والغربية لا تختلف في المسار التدميري منذ 2003، فإفلاس الدولة وانهيارها شيء مشترك يسعى إليه الجميع، أو قل هو الطريق الذي يسير فيه دون الخوض في النوايا. لقد وصلت الديون العراقية الداخلية إلى 60 تريليون دينار وفق تصريحات وزير المالية، ذلك قبل الاقتراض الأخير المقلص للأسباب المذكورة، ولا خطوة ملموسة تؤشر على إصلاح يلوح في الأفق ينقذ الدولة قبل أن تعلن إفلاسها ويجري تفكيكها من الأسماك الكبيرة في العالم والإقليم. تواصل الهيئات الحكومية البريطانية والدولية المعنية بحماية ورعاية الأطفال إصدار التقارير حول تأثير إغلاق المدارس على الأطفال من جراء انتشار فيروس كوفيد-19 ومدى امتداد ذلك التأثير على المجتمع ككل مستقبلاً. تحذر التقارير كلها من التأخر في القدرة على التعلم بالإضافة إلى المعاناة النفسية والجسدية كالإحساس بالعزلة والقلق وقلة الحركة. ولكن ماذا عن أطفال العراق؟ الكاتبة هيفاء زنجنات تجيب على هذا السؤال بمقال نشر في موقع فلسطين نيوز. أطفال العراق يعيشون هذه التفاصيل وغيرها بعد 3 سنوات من إعلان نظام النصر ضد تنظيم الدولة الإسلامية. لا يزال هناك 1,300,000 نازح موزعين في مخيمات نصبت منذ ما يقارب العقد لتكون مؤقتة، إلا أنها باتت دائمية، وبدلاً من العمل على إعادة التوطين بشكل مستدام واتفاق مسبق يحفظ كرامة المواطنين وتأمين الضروريات، شرع النظام الشهر الماضي بإغلاق المخيمات دون سابق إنذار ومشاورات مع ممثلي النازحين ووكالات الإغاثة العاملة في المخيمات للانتقال الطوعي الذي يصفه 60% من النازحين الذين عادوا إلى مناطقهم بأنه إجباري، بينما نزح 44% منهم إلى مخيمات أخرى ستغلق أيضاً أو منازل شبه مهدمة، ولم يعد نحو نصف سكان تلك المخيمات إلى مناطقهم الأصلية، إما لأن بيوتهم في مناطق مدمرة أو لانعدام الخدمات وفق منظمة الهجرة الدولية التي تفادت التحديد، مثل استملاك الميليشيات لمناطق مثل جرف الصخر. هناك اليوم ما يقارب من 3,200,000 طفل عراقي في سن الدراسة خارج المدرسة، وأن الوضع في عدد من المحافظات سيء جداً، حيث أن ما يزيد عن 90% من الأطفال في سن الدراسة خارج النظام التعليمي. هيفاء زنجنة تتابع: ماذا عن التعليم؟ عن الدوام المدرسي الذي يؤدي إلى أضرار نفسية وعقلية كبيرة قد تمتد مدى العمر، كما تحذر الدراسات العلمية وتخشاها الدول الغربية. يشير تقرير حديث لليونيسيف أن هناك اليوم ما يقارب من 3.5
المليون طفل عراقي في سن الدراسة خارج المدرسة، وأن الوضع في عدد من المحافظات مثل ديالى وصلاح الدين سيء جداً، حيث أن ما يزيد عن 90% من الأطفال في سن الدراسة خارج نظام التعليم. الآن إلى مقال منشور في صحيفة المونيتور، وجاء فيه: يعاني العراق من تدفق مادة المخدرات من بلدان مجاورة، وذلك عبر مناطق الأهوار ومعابر حدودية أخرى، وتبدأ بالانتشار بين شريحة الشباب فقط وتصبح تهديدا للمجتمع. أعلنت خلية الإعلام الأمني في 30 من تشرين الأول الماضي، أعلنت عن الكشف عن 16 كيلوغرام من مادة الحشيشة و50 شريط حبوب مخدرة، وذلك في منطقة الصخرة بمحافظة ميسان، منوها إلى الزيادة الحاصلة في تجارة المخدرات وسوء انتشارها خصوصا في مناطق وسط وجنوبي العراق، وفق تقرير نشره موقع المونيتور. نتابع. تجارة وتعاطي المخدرات أصبحت ظاهرة تهدد الأسرة والمجتمع في العراق. من جانب آخر، قال مصدر أمني في حديث للمونيتور بأن الحدود ما تزال مفتوحة لمهربي مادة الكريستال ومادة الفينيثيلين المخدرة، وذلك وسط غياب تقنيات المراقبة الحديثة، فضلاً عن سيطرة مجاميع مسلحة على مناطق متاخمة للحدود تمكنهم من سهولة تمرير المواد المحظورة بعد أن يتم جلبها للحدود. وأضاف المصدر بقوله: مهربون يبسطون سيطرتهم على الوضع عبر أسلحة ودفع رشا ومبالغ ضخمة لمجاميع مسلحة، ولديهم شبكات توزيع في جميع المدن. وائل عبد اللطيف، قاض ونائب سابق من محافظة البصرة، قال إن المخدرات تتدفق للمحافظات الجنوبية قادمة من أفغانستان وإيران، مشيرا إلى أن العراق لم يعد منطقة عبور فقط لهذه المواد كما كان في السابق، بل أصبح سوقا كبيرا لها، حيث يوجد من يستهلك هذه المواد. عدد الذين يتعاطون هذه المواد المحظورة قد ازداد حتى وصلت إلى المدارس في البصرة والعمارة والناصرية والسماوة، مشيرا إلى أن هذه الظاهرة بدأت تنتشر في المناطق الغربية أيضا. جاء في التقرير أيضا أن أحد الأسباب الرئيسة التي دعت إلى انتشار هذه الظاهرة بسهولة هو ضعف الإدارة على طول المناطق الحدودية بين العراق وإيران، وليس هناك سيطرة على بعض نقاط العبور بين البصرة والعمارة والكوت ومنطقة خوزستان الإيرانية. هناك أيضا ضباط فاسدون يتعاملون مع مهربي مخدرات ويغضون النظر عن أنشطتهم. إلى مقال في العربية الجديد، وجاء فيه: يبدو أن تاريخ الفلسطينيين المعاصر كامتحان جسيم عصيب لا تزال حلقاته منذ إنشاء الدولة الصهيونية، يبدو أنها تتلاحق على واقع أزمات ومآس ممضة عديدة. فأمام تخاذل حكومات عربية وميل أخرى إلى استعمال القضية الفلسطينية ورقة إيديولوجية وتفاوضية لا غير، بقي الشعب الفلسطيني يعاني الأمرين تحت نير دولة الاحتلال وغصب معزز بالدعم الغربي الأمريكي، وتتقن سياسة الأمر الواقع في تكثير مستعمراتها وتوسيعها وفرض التنازلات من عرب التقاعس والخذلان وإملاء شروط المفاوضة وإحلال السلام الموهوم. مقال للكاتب بن سالم حميش في صحيفة العربي الجديد. إن المظاهرات الحاشدة المتعددة من أجل فلسطين في معظم البلدان العربية والتي لها تاريخ مديد لا تدل على أن الشعوب في المشرق والمغرب ما زالت مرتبطة بالقضية الفلسطينية ارتباطاً وجودياً ووجدانياً وثيق الوشاح والعرى، وأن جذوة تعلقها بالأماكن الإسلامية المقدسة لا يمكن أبداً أن تنقص أو تفتر، كما أن تلك المظاهرات الغاضبة ترسل رسائل عديدة، منها واحدة إلى الحكام العرب لترغيبهم في الإنصات إلى ضمير شعوبهم النابض والعمل على تلبية مطالبهم وتطلعاتهم، ومنها ثانية إلى القوى السياسية والمدنية من أجل أن تقف صفاً واحداً متراصاً في القضايا المصيرية الكبرى، ومنها أخيراً وليس آخراً رسالة إلى رؤساء مطبعين ورموزهم حجاج إسرائيل حتى يعودوا إلى رشدهم ويحترموا مشاعر مواطنيهم، فيعرضوا عن اللهف والهرولة وراء حسابات سياسوية ضيقة أو وعود واتفاقيات سلام عرقوبية هي والزيزفون على حد سواء،
تحدوهم إلى اعتماد قصر النظر والذاكرة وإلى التنكر لوحدة الانتماء التاريخي وعلاقات القرابة والتجانس. يتابع بن سالم حماش في صحيفة العربي الجديد قائلاً: أما المروجون العملاء في أيامنا لدعوة تطبيع فإن أقل ما نقول عنهم إنهم ضعيفو الذاكرة، ناقصو الوعي التاريخي، منزوعو السيادة، عدمو الإحساس بقيم المسؤولية والعدل والإنصاف. الآن إلى فاينانشال تايمز. قال المعلق في صحيفة فاينانشال تايمز غايدون ريتشمان إن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن كتب في كانون الثاني يناير مقالا نشرته دورية فورين أفيرز، تحدث فيه عن ضرورة عودة أمريكا، وقال فيه إن لقيادة العالم أمريكا تخلت عن قيادتها، ووعد بايدن بأنه لو انتخب فإن إدارته سوف تضع أمريكا على الطاولة. إن العودة إلى المنظمة الدولية مثل منظمة الصحة العالمية ومعاهدة المناخ في باريس لا تكفي لوضع أمريكا على الطاولة، فثمن المشاركة في المفاوضات الدولية يعني القبول بنتائجها غير الشعبية في واشنطن، وفي عالم تتوزع فيه القوة بطريقة متساوية وعالم قائم على القوانين تقوده أمريكا، فهما يعنيان شيئاً مختلفاً. ومن هنا فالتوتر القائم يقع في قلب نهج ترامب مع الشؤون الدولية، فتأكيد بايدن على ضرورة قيادة العالم في التغييرات المناخية والوعود بأن أمريكا ستنظم مؤتمراً دولياً تشارك فيه الأطراف المشاركة في الانبعاثات الكربونية، فيما أكبر دولة تسهم في الانبعاثات الكربونية هي الصين، وليس من المحتمل مشاركة الصين في قمة تنظمها أمريكا، ووعد فيها ترامب بالحصول على التزامات مقيدة لتخفيض الانبعاثات الكربونية. ومن الناحية الواقعية فالصين وغيرها تصر على أن المنابر المناسبة للتفاوض حول التغييرات المناخية هي تلك التي ترعاها الأمم المتحدة، ومن حسن حظ بايدن أن المؤتمر المقبل للأمم المتحدة حول المناخ ستنظمه دولة صديقة هي بريطانيا. جاء في فاينانشال تايمز أيضاً أن إدارة بايدن ستواجه مشاكل تتعلق بوعوده في قيادة أمريكا في التجارة، وعوده لمواجهة الانزلاق العالمي الخطير نحو الحماية، وهو يعرف أن عداء ترامب للتجارة الحرة يضرب على وتر حساس لدى قطاعات واسعة من الناخبين الأمريكيين. نقل موقع ميدل إيست آي عن مسؤولي تطبيق مسلم برو قولهم إنهم قرروا قطع العلاقة مع شركة تحديد المواقع بعدما باعت بيانات المستخدمين لفرع مهمته مكافحة الإرهاب والتمرد في الجيش الأمريكي. وفي تقرير أعده عريب الله جاء فيه إن التطبيق يطلق عليه بأنه أشهر تطبيق مسلم في العالم، حمله أكثر من 75 مليون مسلم في 200 دولة حسب موقعه على الإنترنت، ويقدم تطبيق أوقات الصلاة ووجهة القبلة للمستخدمين بناء على مكانهم، ويرفق أحيانا تسجيلات قرآنية وتذكيرا للمستخدمين بقراءة سور وآيات معينة في الصلاة. وكشف موقع موذربورد التابع لموقع فايس ميديا أن تطبيق مسلم برو بيع إلى شركة بيانات للمواقع إكس مود، وتم بيعه لمتعهد ثالث قام ببيعه بعد ذلك إلى الجيش الأمريكي. وحصلت قيادة العمليات الخاصة وهو الفرع الموكل بمهام مكافحة الإرهاب في الجيش الأمريكي ومكافحة التمرد وعمليات الاستطلاع الخاصة، حصلت على التطبيق من متعهد دفاعي خاص اشتراه من إكس مود. نتابع الآن الكاريكاتير.
شاهدين بهذا نصل وإياكم إلى ختام كل ما لدينا في حلقة هذا اليوم من صدى الأقلام. ظلوا بخير وإلى اللقاء.